فإن معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يخفى عنكم أنه في غياب التعليم الجيد والتكوين الملائم لا يمكن توفير رأس مال بشري القادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوطيد التماسك الاجتماعي والانخراط الإيجابي في الحياة العامة والمواطنة الفعالة على المستوى المحلي والوطني. لكن وللأسف إن هذا الرهان يغيب عن أولويات الحكومة الغارقة في خلافاتها الداخلية التي ترهن وتعطل الإصلاحات الكبرى الملحة في هذه الظرفية الدقيقة التي تعيشها بلادنا، والتي يؤدي المواطنات والمواطنون اليوم كلفة تأخيرها أو العدول عنها جملة وتفصيلا. وهي الأغلبية الحكومية اليوم وبسبب صراع الزعامات والأنانيات المتورمة وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها تخطئ الحكومة تخطئ اليوم موعد قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك ولمرات متكررة في بلورة استراتيجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكالية التكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية. ولولا التتبع الشخصي لجلالة الملك حفظه الله لهذا الورش لما خرجت هذه الاستراتيجية إلى النور، أي استراتيجية التكوين المهني، ولا اكتفت الحكومة بالصيغة الأولية التي تقترح على الشباب استراتيجية من ورق كما تعلمون، وتدابير تفتقر إلى المقاربة الواقعية التي تحدد بكيفية صارمة الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربية. وهي مناسبة لكي نذكر الحكومة هنا بمآل الملتقى الوطني للتشغيل والتكوين الذي دعا جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى تنظيمه قبل نهاية السنة الماضية. وها نحن في الشهر الرابع من السنة الجديدة ولا حديث يذكر حول هذا الملتقى الوطني الذي تحول كما تتبعتم بقدرة قادر إلى ملتقيات جهوية بدون خريطة طريق واضحة ولا مخرجات ملموسة وملزمة.